كابتن سيد عبد الحفيظ جاوب على السؤال ان هو قال ان واحنا حضراتكم يعني اتكلمتوا قبل المباراه في هذا الموضوع، ان انتوا قلتوا ان الثلاثه حضراتكم كنتوا بتطالبوا ان هم واحد فيهم او الثلاثه يبداوا، كابتن فتحي وكابتن شريف قالوا ان هم يبقوا موجودين، ولكن برضو جيتوا في الاخر وقلتوا يا جماعه بس هو المدير الفني ادرى وشايف ان هم بقى لهم متولي مثلا وقفشه بقى لهم فتره طويله بعيد عن الملعب. ما هي دي بتبقى خد بالك راجع للمدير الفني ومدى كمان احتياجه للعيبه، مدى جاهزيه اللعيبه اللي تعاقدت معها. وهو بطبيعه الحال، بص يا اسلام، بطبيعه الحال لما بتعاقد مع لعيب ويكون جاهز لازم يلعب، ده بطبيعه الحال. فكره بقى التيشيرت كبيره لسه هياخد انسجام، الكلام ده يعني في كره القدم اصبح ملوش مكانه. انا بتعاقد مع لعيب اجيبه يلعب، زي ما تعاقدت مع حسين الشحات في يناير جبته عشان يلعب، بس خد بالك رمضان صبحي جبته مزبوط عشان يلعب. مظبوط، ولكن انت دي طبيعه كره القدم. ايوه، انت حسين الشحات لما جبته ده كان جاهز، ده جاي جاهز. انا عشان كده بقول لك ايه، عشان كده بقول لك ايه، في الاول قلت لك جاهزيه اللعيب. تمام، مين بقى اللي يعرف جاهزيه اللعيب دي؟ المدير الفني بس هو اللي يقدر يحكم، هو اللي يقدر يقول فيه. ده جاهز للعب او ده مش جاهز للعب، ده عنده هو يقدر دلوقتي يدخل مع الفريق ولا ما يقدرش. تمام، اللياقه البدنيه تسمح ولا ما تسمحش. بس كان كابتن بيتكلم من شويه بيقول ان في بعض اللعيبه كانت متاخره في التدريبات بالزبط. فواضح ان هم لسه ما وصلوش لمعدل اللياقه البدنيه اللي يقدر يؤهلهم ان هم يدخلوا في ان هم يدخلوا مع الفريق. ودي كانت الاجابه الشافيه بالنسبه لي انا شخصيا، هي دي الاجابه الشافيه الامثل بالنسبه لي بالظبط، او الامثل بالنسبه لي، ان اللعيبه مش جاهزه بدنيا عشان كده النهارده مش موجودين حتى كمان على دكه التدريبات. هو خلي بالك كابتن سيد يعني رجع قال لك ايه، قال لك ده رايي الشخصي. لا بس هو رايه هو جاوب لنا هو من الناحيه الفنيه، هو استبعاد يعني تم استبعادهم بسبب فني او المدير الفني. انا ماليش علاقه، هو كابتن سيد ملوش علاقه بس هو بيفسر، بس بيفسر يعني هو بالزبط. بيفسر هو برضه طبيعه الحال انه يفسر يعني ليه هو النهارده انت مش موجود ليه. ما هو طبيعي بالطبيعه لما تتعاقد مع ثلاثه بارقام كبيره، ثلاثه انت بتعول عليهم، لازم يكون في سبب. ثلاثه اختارهم المدير الفني، ما هو انت كمدير فني لازم يكون في سبب مقنع بالنسبه لنا وبالنسبه لنفسك انت كمان انك ما تشركش الثلاث لعيبه دول. فالسبب الواضح ان الثلاثه مش جاهزين، ما عندهمش الجاهزيه البدنيه. بغض النظر بقى عن المباراه وعن النهارده او من بكره او هتلاعب بيراميدز امتى، ما النهارده هو لو مش جاهز مش هقدر العب بيراميدز، حتى لو النهارده اشركته في بعض الوقت النهارده في المباراه مش جاهز. برافو عليك، جاهز لبيراميدز المباراه اللي جايه. هو اختار اللي شافه صح من وجهه نظره هو وكمان وجهات نظر بعض المديرين الفنيين، ان انا مين الاجهز فنيا كمان مش بس بدنيا. يعني في بعض الاوقات انت بتدور على اجهز فنيا يا كابتن مش بس بدنيا، الاجهز فنيا هم الثلاثه او الفرقه اللي لعبت الثلاث مباريات اللي فاتت او المباراتين اللي فاتوا بالاضافه للمباراه الوديه اللي اقيمت او دول اللي هيخوض بيهم مباراه بالظبط. فعشان كده هو مستمر، هو مستمر معاهم. الموضوع ده كابتن سليم لما احنا بنتكلم فيه، يعني احنا مش بنتكلم فيه عشان احنا عاوزين نتكلم فيه، احنا دلوقتي لازم كواجهه اعلاميه للنادي الاهلي كقناه الاهلي المفروض بنعرف الناس ايه، لان هو ده برضه اللي بيدور مع جمهور النادي الاهلي. ايوه، عشان كده انا بقول لحضرتك فاحنا بنفتح هذه المواضيع على اساس نوضح لجمهور النادي الاهلي وهو يبقى عنده ثقه، ثقته في الله، ثقته في فرقته، ثقته في جهازه. فاحنا بنفتح هذه المواضيع بالظبط كده، مش لاي حاجه، لان نبقى عارفين الدنيا ماشيه ازاي. لازم يا كابتن، بس حضرتك لو ما فتحتش هذه المواضيع او لو انا ما سالتش الاسئله دي، ما هو في برامج تلفزيونيه رياضيه ثانيه هتفتح كل الكلام ده وبطرق مختلفه. بس هتفتحه بطريقه سلبيه. بسلبية او ايجابيه كل واحد طبعا حر في وجهه نظره في برنامجه، لكن انا بتكلم على ان احنا هنا بنسال الاسئله اللي الناس كلها بتسالها بالزبط. بغض النظر عن اي شيء اخر. احنا بنبقى دايما واقفين قدام الناس للنادي الاهلي وما يحدث فيما يخص او حاجه تبقى ضد النادي الاهلي، ولكن في نفس الوقت احنا بنسال اسئله الناس، اسئله الجمهور. كابتن فتحي، كابتن شريف، كابتن بلال بيحبوا يجاوبوا على مثل هذه الاسئله، وفي الاخر الجمهور هو اللي يقتنع. ودائما يقولوا عند اسلام الخبر اليقين، فيعني بالخبر اليقين دايما. لا دايماً، لان انت بتقول الحقيقه بالظبط الواضحه من مطبخ النادي الاهلي. اما الاجتهادات الخارجيه اللي هم بيقولوها دي، فدي اللي بتشوش على الجمهور. فاحنا عشان كده بنوضح كل حاجه، ما هياش لا هي نقد ولا كده، احنا بنقول نبض الشارع، نبض كره القدم، نبض الاهلاويه في على مستوى العالم كله اللي هم بيشوفونا دلوقتي. ايه الواضع في المشكله؟ اي واحد هيفكر زي ما احنا فكرنا كده، وفي النهايه جبنا الحل. يا كابتن، ما هو احنا بناخد النبض الناس فين؟ انا قاعد هنا، انا ما بتفرجش على حد تاني، انا قاعد هنا مع حضراتكم وحضراتكم قاعدين معايا، وبالتالي لما بدخل على الفيسبوك او على التويتر او على الانستجرام وبشوف وبلال وحضرتك وكابتن شريف بتشوفه، فدايما بنلاقي اسئله الناس موجهه لحاجه معينه.
فاحنا دورنا ان احنا نقول للناس بالزبط. ليه الثلاثه اللي ما كانوش او الثلاث صفقات الجديده اللي طلبها الجهاز الفني مش موجود؟ هو ده دورنا ولا شايف حاجه؟ ووصلت الحقيقه والحمد لله، وصلت الحقيقه عن طريق حضراتكم. قلتوا ان انتوا كنتوا تتخيلوا ان هم يبقوا موجودين، ولكن قلتوا برضو ان المدير الفني ادرى ان اللعيبه دي. احنا بنتكلم في حاله ان كله جاهز بالظبط، يعني احنا بنتمنى اللي الناس كلها بتتمناه ان احنا نشوف صفقاتنا الجديده جوه الملعب، فاستسهلنا مباراه اليوم وسمعنا ان يوم يكون له يوم موجود. ان احنا مش بنقول حتميا كان لازم يلعب بالناس دي، لا ده احنا بنقول لو كان في امكانيه والناس دي كانت جاهزه ان هي تبقى موجوده، اللي هياخد 10 دقائق ده قلنا قبل المباراه. ايوه انا عشان كده بقول لحضراتكم هيحصل حاله تعارف بينه وبين الفرقه. ده اجتهادي كمان ليه؟ لان انت اخترت 25 لاعب عشان الناس تفهم بس، رحت بيهم المباراه. مظبوط، معنى ان انت مختار 25 لاعب. انت عارف يا كابتن انا كنت عايز ارد على حضرتك فيها ليه؟ قبل ما نتكلم واحنا اوف اير يعني. ان هو ممكن يكون بيجهزهم يدخلهم في اجواء النادي الاهلي. اجواء مباريات طبيعي جدا. ممكن جدا يكون واخدهم يشوفوا المعسكر، يشوفوا الدخله والطلعه والشده والدنيا عامله ازاي وبعد كده بقى يبقوا في الـ في الـ في, الـ في المباريات بقى، يعني يستغل كاسي. المعسكرات اللي هي قبل المباريات في انه معايش اللعيبه مع بعضها عشان اللعيبه ترتبط ببعضها ويبقى في عايشه. اذا ده الفكر ده عشان احنا قلنا هذا السؤال، لان كان في 25 لاعب واخدهم، اذا 25 لاعب مرشح جاهزين انه يختار منهم 18، وال 18 مرشح يختار منهم 11، وال 11 هيبقى في سبعه بره، والسبعه مرشح يختار منهم ثلاثه. اذا احنا كنا بنتكلم من هذا المنظور. كابتن بلال مهم جدا.